السلام عليكم أعزائي المشاهدين. أجواء شديدة الحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وتتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة. وأيضا أعزائي المشاهدين، حاليا مدى الرؤيات الأفقية متدنية في المناطق الجنوبية ما بين 4 إلى 5 كيلومتر، ولكن إن شاء الله يترسب الغبار تدريجيا خلال الساعات القادمة. تعرف على تفاصيل أكثر الطقس الحالي في مدينة الكويت. أجوانا حارة ورياح شرقية سرعتها 6 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة الحالية 44 درجة مئوية، الرطوبة النسبية متدنية في مدينة الكويت 9%، ولكن تزيد عن ذلك في رأس السالمية. أما الرؤية الأفقية جيدة تزيد عن 12 كيلومتر الليلة. أجوانا مائل الحرارة وأيضا رطبة نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية خفيفة لمعتدل السرعة، تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة. ودرجات الحرارة المتوقعة في منتصف هذه الليلة، مدينة الكويت 34 درجة مئوية، زنة الشمالية وأربا بوبيان وفيلتشا قد تصل إلى 34 درجة مئوية. في مساء الغد أجواءنا شديدة الحرارة وأيضا استمرار الرياح الشمالية الغربية قد تصل سرعتها إلى 35 كيلومتر في الساعة. ودرجات الحرارة العظمى أعزائي المشاهدين، مدينة الكويت 47 درجة مئوية، المناطق الشمالية العبدلي أيضا 47 درجة مئوية، بالنسبة لجزرنا الشمالية وأربا بوبيان وفيلتشا ما بين 44 إلى 47 درجة مئوية. وأيضا أعزائي المشاهدين، من توقع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خاصة العظمى خلال الأيام المقبلة. الأجواء البحرية إن شاء الله خلال 24 ساعة القادمة، حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، وارتفاع الموج من 2 إلى 4 أقدام. مواقيت بإذن الله على حسب التوقيت المحلي مدينة الكويت، موعدنا الفجر الساعة 3:13، موعد شروق الشمس الساعة 4:48، أما غروب الشمس في الساعة 6:49. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة إن شاء الله استقرار في الطقس. اليوم الغد أجواءنا شديدة الحرارة خلال فترة النهار، تميل إلى الحرارة ليلا مع استمرار الرياح الشمالية الغربية، تخف الرطوبة النسبية. أعزائي المشاهدين، اليوم الغد مع استمرار الرياح الشمالية الغربية قد تصل سرعتها إلى 35 كيلومتر الساعة، العظمى المتوقعة 47 درجة مئوية، بالنسبة للصغرى قد تصل إلى 31 درجة مئوية، ولكن مع بداية عطلة نهاية الأسبوع متوقع نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 55 كيلومتر في الساعة، مثيرة للغبار. لذا ننوه أخذ الحذر والحيطة أثناء القيادة، وأيضا مرتادي البحر تأجيل أي نشاط بحري بسبب ارتفاع الأمواج لأكثر من 7 أقدام. ونلاحظ أعزائي المشاهدين ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة العظمى قد تصل إلى 48 و 49 درجة مئوية عطلة نهاية الأسبوع. أعزائي المشاهدين، بشكل عام شديدة الحرارة وطقس مغبر خلال فترة النهار، ولكن راح يميل الحرارة ليلا درجات الحرارة الصغرى ما بين 31 إلى 32 درجة مئوية. أما يوم الأحد متوقع استقرار في الطقس واستمرار الرياح الشمالية الغربية وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة قد تصل العظمى في مدينة الكويت إلى 50 درجة مئوية، وقد تزيد عن ذلك في المناطق الصحراوية الزراعية من دولة الكويت. أجواءنا شديدة الحرارة، لذا ننصح أعزائي المشاهدين شرب كميات كافية من الماء وأيضا تجنب أشعة الشمس المباشرة. بالنسبة للصغرى قد تصل إلى 32 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي نشرتنا الجوية، شكرا على حسن المتابعة، والآن مع درجات الحرارة حول عواصم العالم.